واحد بيغتاب واحد دي مصيبه. من تكلم في عرض اخيه مجرد بس هل بتعتبر الحجاب هو العرض؟ لا يعني العرض كلامك كده العرض. ثانيه، اما تتكلم عليا من خلفي تقول مثلا فلان يعني ياكل كثيرا او يمشي كثيرا او يفعل كذا، ده تكلم في عرضه. هذا معنى العرض. اخد تعليق قبل ما اخد الاستاذ. يا اخي سامح، انت بتعتبر ان اللي قاله الاخ محمد الصاوي ده موافق كل كلامه، ده موافق لشرع الله وحاجه ما فيش فيها مشاكل خالص. هو الراجل تكلم بنيه طيبه ولم يتكلم عن اختي بسوء، ولكن هو بكى ونقل. انا ما حضرتكش على فكره. طيب. انا بس اكمل الكلام اللي انت قلته. طيب. الكلام اللي انت قلته ان هي يعني الناس البنات كثيرات وثقنا بها، وثقنا في انها اخت فاضله وكانت تحكي لهم. انا تبعت اخر فتره لها وهي في كندا ومش عارف اخت كذا يا اخوات وادعوا لها والناس تدعي وراها، فهي بلا شك خذلت جمهور كبير من الفتيات كنا يتابعناها. طيب. بلا شك خذلتهم. ثانية واحدة. هي خالفة. ما بتعترفش بحرية الناس في الاختيار وقناعاتها. هي دلوقتي غير انها خالفت امر ربها بخلع الحجاب، خالفت امر زوجها وهي متفقة مع زوجها على كلام معين. مش عايزين نطمح. كده اقحمنا نفسنا في ال. ما اقحمناش. هو الراجل بيبكي. كون ان هي هو انت تعرف منين انه ما قالت ان الكلام ليس صحيحا؟ يعني تعرف منين الكلام صدق الصوم مش مصدق حاله يعني ولا ايه؟ انا ما سمعتش حاله، ولكن هو الراجل كان بيقول كلام ليس صحيحا. والله لو تعارض كلامها مع كلام مع الصاوي انا اصدق الصاوي وما اصدقهاش. لو تعارض كلامها مع كلام الصاوي لانه على هواه. لا ايهم اقرب؟ فانا اعرف الصاوي، انا اعرف الصاوي ولا اعرف حاله. وبعدين تكفي ان هي عملت كده في نفسها، امراه 12 سنه تلبس الحجاب ويعني بعد ذلك تتهتك هذا التهتك. الإخوة أنا بسميهم دعاة الغيبوبة. لو أنت بتقصدني هيبقى في كلام تاني. أنا ما جبتش اسمك. بس. كل واحد بقى اللي راسه واضحة حس عليها. الإخوة اللي بيتكلموا وبيهيئوا للناس إن الحجاب هو عرض المرأة، دول دعاة الغيبوبة. يعني إيه عرض؟ اسمعني بس. يعني عرض المرأة. اسمعني بس. ما أنا عايز. ما تقطعنيش بس. يعني إيه عرض المرأة؟ أما كمل بس. يعني إيه العرض؟ مش هرد عليك، اما كمل. اصلا عارف طريقتك في المناقشه فما دخلناش في سكك كتيره. لا انت بتقول عرض. انا عايز افهم العرض يعني ايه. عندك العرض تاني. هو التاني اللي يعتبروا ان الحجاب هو عرض المراه دول دعاة الغيبوبه. يعني ايه دعاة الغيبوبه؟ ناس مغيبه. وانا عايز اقول للمشاهد الكريم، لو انت عندك واحد في غيبوبه مغمى عليه فعمال يهلوس، وهو بيهلوس قال اكتبوا البيت باسم الاستاذ شريف الشوباش. طيب خلينا في الموضوع. حالة سيبك من البيت والغيط. سيبنا من البيت والغيط والامل. ما تقطعنيش كتير عشان الناس ما تهمش. ما تقطعنيش كتير. خلينا في حاله. وانما البيت وغيبوبه. اسمعني، انت بتجيد زي الاخوان بالظبط موضوع الايه. الاخوان هم اللي اوجدوك يا شيخ مظهر. الاخوان انت ابن الاخوان وهم اللي اوجدوك في قنواتهم. عم تفرع للشخصنه كده. هو اللي جاب الكلام. هو اللي بيقول زي الاخوان. انت بتتهمني بالاخوان وانت ما ظهرت على القنوات الا في قنوات الاخوان. طيب خلينا نسمعه بس مش هنقعد نعيد. وكنت تابعا للشيخ يعقوب وغيره وتظهر في قناه. هل علمك طيب. الناس ولا عرفك الناس خلاص. الا بقناه الاخوان. لماذا تتنصل منهم طيب. الان مش عايزين نطلع بقى الموضوع. هو اللي قال خلصت البقين طيب. اللي انت حافظهم طيب. جاي تقولهم طيب. هو اللي قال. هو اللي قال خلصت الاخوان. البقين مش عايز نضيع النقاش. الاخوان يا حبيبي لا تتنقض لمن اظهرك لمن اخرجك. يا شيخ سامي عايز ادخل في الموضوع لو سمحت. اتفضل يا شيخ. خلصت البقين انت جاي تقولهم؟ لا لسه. اقعد بقى اتعلم. اتعلم منك انت. مني طبعا. بعد ما اتعلمت انت من الاخوان. لا انا اتعلمت من الاخوان. هتنقل لي علم الاخوان. وده يعلمك. تنقل لي اسانيد الاخوان. اقعد بقى اتعلم. خلينا بس نسمع. بدل ما اقول لك طلع بطاقتك ورينا انت المهنه ايه في البطاقه. اقعد اتعلم خلاص. مهنه ايه؟ انا المهنه في البطاقه امام وخطيب. سباك صحي مثلا. يمكن تكون مع احترامنا للسباكين الصحيين. يا ريت تبقى نولت شرف ما بعده شرف. لا مع احترامنا لهم هكون ايه يعني؟ تبقى نولت شرف ما بعده شرف لو كنت سباك. انا ضايع علوم جامعه القاهره. يبقى خلاص تقعد بقى تتعلم عشان ايه؟ لا مش عايز اتعلم منك. لما تقعد مع مظهر شاهين تتعلم. مع مظهر شاهين. ليه مين مظهر شاهين؟ خلينا نسمعه مع الاخوان تارة ومع الكنيسه تارة اخرى. يعني هو ما بين باب الاخوان وبين باب الكنيسه. خلصت البقين برضه. انت اللي عمال تكرر نفس الكلمه. خلصت البقين. انت اللي عمال تكرر نفس الكلمه. كده كده يا جماعه احنا اسمع. انا بالله عليك ده واحد جاي يتناقش بالعلم. انت اللي قلت الاخوان. انت اللي بدات. انت اللي بدات. كان انت بتزعلنا على الاخوان. انت على راس البطحه بتحسس عليه. بس عشان اسال الاستاذ شريف بس. طيب بص لا استنى عشان هو هيرد بسرعه. اتفضل عشان بس هو جاب سيره الكنيسه. هو جاب اتفضل. هو جاب سيره الكنيسه. بيدخل نفسه في حاجات وبيدخلنا في حاجات ملهاش طيب. علاقه بالموضوع. اتفضل. الكنيسه انت جلبت لنفسك الكلام. خلينا يا شيخ سامع. مش يا ابني هو عارف. مش عايز تقولش يا ابني. ما تقولش انا عايز شرف ليك يا ابني. مش عايز نقاشات جانبيه لو سمحت. الكنيسه شرف ليك. قريب من سنك. انا ابني في الجامعه. ممكن يكون قريب من سنك. خلينا في صميم القضيه.
يتعلم بس يا بطل يتعلم الفاظ دي الفاظ صوفيه يا ابني ليس الفاظ منافقه يا ابني نقعد اتعلم واحنا مش بنلاقيش يعني انت تقبل ان هو يقول يا ابني نقعد اتعلم بس يا شيخ شوف سنك كام سنه وتعلم يا عم مش بالسن يا عم اقعد اتعلم انا اصغر منك في السن بس انا تقعد تتعلم يا شيخ مظهر وتقعد تتعلم قدامه وفي العقل يا جماعه مش هينفع بس طب اعمل له ايه ما مش عاوز يسمع لو سمحت شيخ سامح ممكن لو سمحت اسكته طب لو سمحت اسكته ايه انا غير كلام لغايه ما ينتهي من كلامه تعلق بقى دي لو سمحت طب خلاص ماشي خلي كلامك معايا يا شيخ بس اتفضل انا اتعرضت بتقول ان ده بتقول انه الحجاب انا اتعرضت له اصلا طيب خلينا بقى هنا في الموضوع بتقول هو بيحشر نفسه من الخطر شوف يا سيدي ثاني التعامل مع الحجاب على انه العرض علماء الغيبوبه او مش علماء دعاة الغيبوبه المغيبين اللي يعتبروا ان الحجاب عرض دول بيهلوسوا دول ناس في غيبوبه ازاي لو انت واحد في غيبوبه مغمى عليه وقاعد يقول اكتبوا البيت باسم الاستاذ شريف واكتبوا العربيه باسم الاستاذ وائل نكتب وراه لا ده في غيبوبه لما يفوق من الغيبوبه ليه بتعتبرهم علماء الغيبوبه دول الدين في ناحيه والعقل في ناحيه والمنطق في ناحيه والواقع في ناحيه وهم مش معانا خالص دول في عالم تاني في غيبوبه تانية دول دعاة الغيبوبه ما ناخدش على كلامهم فلما يقول لك ايه دلوقتي هو بيقول الاستاذ سامح بيقول ان انا قلت مخالفات شرعية وتحليل الكلام الأخ الصاوي ده كان كلام غلط طيب إذن هو موافق على كلام الصاوي قال لك أيوة موافق عليه ومصدقه كمان مش مصدق حالة شيح طب كويس قوي الصاوي بيقول أولا الصاوي أفشى أسرارا عائلية في مداخلة تليفونية أو مكالمة تليفونية هناك فيها طرف ثالث وإفشاء الأسرار حرام شرعا لا يختلف ولو حد جه يقول لك إن ديت مش أسرار وانه يجوز انه يتكلم فيها يبقى لا علاقة له لا بالفقه ولا بالإسلام ولا بالفهم خالص الحاجة التانية لما يوافقوا اي حد يوافق على انه خلع حالة شيحة للحجاب معناها ان عرضها او عرض زوجها انكشف يبقى هو هنا اختزل الحجاب في العرض واختزل العرض في الحجاب انا بعترض على الكلام ده بقول الحجاب ليس عرضا الحجاب ليس عرضا طبعا. ولو واحدة قلعت حجابها مش معناها ان هي هنا عرضها انكشف وعرض زوجها انتهك الى اخره وإلا بقى يبقى كل النساء اللي في الشارع غير المحجبات دول المحترمات اللي فيهم ناس كتيرة جدا محترمات بهذا العار, يعني. بهذا العار ودي خطيئة وليس طبعا. خطأ طبعا. وانا اقول لحضرتك ان قد تكون هي محجبة او منتقبة وبترتكب اخطاء شرعية يعني الحجاب طبعا. مش هو علامة الشرف والعفة الى اخره انا بقول ان الصاوي خروج الصاوي كان انتهاكا لخصوصيه شخصيه اقحامه في المساله هو بيقول لك طب انت اقحمت نفسك لا انا ما اقحمتش نفسي انا لقيت حد بيتكلم عن مسائل هو مش شرعيه دخلت كمان ابنه خيرت الشاطر ودخلت بيتكلموا عن الحجاب على انه الاسلام زوجة الداعية فاصبح واجب عليا اصبح واجب عليا ان اطلع اوضح هو لو ما اتكلمش كنت انا طلعت انت اسكت انا مش هطلع انما انت عاوز تطلع تغلط وتفهم الناس طيب. اسلام غلط وانا اسكت واتفرج عليك يبقى انا موافقك على الكلام ده طيب. نرد يبقى لازم اطلع ارد عليه نرد عليه طيب بس بسرعه عشان بس الحاجه الثالثه بس انا راسي في حاجه هو قال ان انا بقول الحجاب والبتاع انا بتكلم قصدي على انه هناك خلاف في مساله النقاب والحجاب ايه فيهم اللي فرض ما اقصدش الحجاب ان في خلاف اقصد الخلاف بين الحجاب والنقاب ايهما فرض وايهما غير فرض ما اقصدش الحجاب طيب بسرعه شيخ سامح في نقاط نتكلم على ما يقول عرض انتهك او ما شابه ذلك لا يقصد بها والعياذ بالله الزنا او البضع ليه بتعتبر ان الحجاب هو العرض يعني مش اللي ممكن ترتدي الحجاب طيب انا بس اقول جمله ويمكن ان تمارس تكون عندها تصرفات لا اخلاقيه العرض في اللغه هو ما يمدح به الانسان او يذم ما يمدح به او يذم فمن تكلم على عرض اخيه من خلفه مثلا او حتى من امامه فقد اساء اليه الشرف لا لا ليس مقصود لا لا انا بكلمك عن يعني؟ هقول لحضرتك بس اقول لحضرتك العرض في اللغه وفي الشرع لا يعني البضع في القانون يقول لك دي هذه الماده متعلقه بالاعراض ايوه تمام اللي فيها حبس يعني تمام يبقى يعني يضخم العقوبه فيها اتفضل العرض في اللغه ما يمدح به الانسان او يذم وهو في الشرع كذلك اي حاجه تهين الانسان او تزمه فهذا قد زم عرضه فكون ان هي خلعت ليه بتعتبر الحجاب سيبك من هو وهي ليه بتعتبر الحجاب هو العرض الحجاب ليس الاسلام ولكنه من الاسلام
يعني الحجاب كما الشيخ مظهر بينقل مثلا تصوروا ان الحجاب هو الاسلام وان الاسلام انت... لا ما قلناش كده، ولا الشيخ الصاوي قال كده، الحجاب ليس الاسلام ولكنه من الاسلام بلا شك، وهو قال كده تفضل وقال كده، فهو بلا شك حاجه من الاسلام وحاجه طيبه وحاجه سمت المرأة. فالراجل لما بينقل مثلا ان زوج، هو بينقل يعني محمد الصاوي بيقول زوجها قال، يعني سند مباشر سند عالي، الراجل زوجها قال لي كذا وكذا، مش محتاجه بقى تقول لا زوجي ما قالش، لا ده راجل بينقل تمام. خلينا انت هنا يعني من اجل التوحد داخل تيار معين، انا على فكره يعني عايز الصاوي يعني الصاوي حتى الصاوي هذا اخونا الصاوي لو الطرفان قال انه تحدث كذبا على الزوج والزوجه، انا هقول لك حضرتك على الصاوي فنقول لا اخونا محمد الصاوي لم اقابله ابدا في حياتي، طيب ولا اعرفه ولا اعرفه ابدا، طلبنا منه مداخله لكن هو قال لا استطيع ان اتحدث. طيب انا لا اعرفه شخصيا ابدا يعني، ولكن انا بدي اتكلم على الحجاب. اختنا حلا نسال الله عز وجل الهدايه، وانا نرجو منها ومن سمتها الطيب انها تعود باذن الله سريعا، ولكن نحن نعتب بلا شك بلا شك، لان هي ما فعلته خطا وهي غيرت مبادئها، يعني هي كانت مبادئها الحجاب والاسلام تقصد؟ طيب تعود لا نتكلم عن الاسلام، تعود للحجاب وللعفه والطهاره وللستر. استاذ شريف الشباشط.